أعزائي الطلاب، أرحب بكم مرة أخرى. نستكمل مع بعض درس المجهر أو الميكروسكوب، الجزء الرابع من أجزاء المجهر، وهو المسرح أو الستيج. المسرح بنضع عليه الشريحة اللي بتحمل العينة. طبعا بيوجد في منتصف المسرح فتحة، هذه الفتحة بتسمح بإنفاذ الضوء القادم من المصباح الكهربي ومن المكثف إلى العينة الموجودة على الشريحة. بيوجد مثبت على المسرح مسرح آخر بنسميه المسرح المتحرك أو المسرح الميكانيكي. هذا المسرح مزود بمسطرة ومزود بمشبك لتثبيت الشريحة. طبعا باستخدام المسرح الميكانيكي ده أقدر أحرك الشريحة بمنتهى الدقة باستخدام الضوابط الموجودة على جانبي المسرح. المكثف هو جزء مثبت تحت المسرح. طبعا المكثف بيعمل على تجميع الضوء الخارج من المصباح الكهربي ويخليه في صورة حزمة ضوئية واحدة موجهة إلى العينة الموجودة على المسرح. يمكن زيادة الإضاءة برفع المكثف إلى أعلى، ويمكن تقليل الإضاءة بخفض المكثف إلى أسفل. طبعا عملية الرفع والخفض دي بتتم عن طريق ضابط موجود بجوار المكثف. متضمن داخل المكثف ده في حاجة اسمها الحجاب الحدقي، وده بيتحكم في كمية الإضاءة اللي بتصل إلى العينة. في جزء آخر وهو مصدر الإضاءة. طبعا مصدر الإضاءة في المجهر اللي عندنا هو عبارة عن المصباح الكهربي ده اللي هو مثبت في قاعدة المجهر. والآن بنشوف مقطع فيديو بيوضح لنا الأجزاء اللي تم شرحها. طيب بعد كده بجد إن في جزء عندي اسمه المسرح، ده في الوسط، في وسط المسرح فتحة بيمر من خلالها الضوء عند المكان اللي بنثبت عليه الشريحة، والمسرح بيحمل مسرح آخر اسمه المسرح الميكانيكي أو المسرح المتحرك بالشكل ده كده. والمسرح المتحرك ده بيبقى فيه مكان لتثبيت الشريحة اللي عليها العينة عندي هنا، بالإضافة لوجود ضوابط بتحرك لي المسرح للأمام وللخلف أو لليمين واليسار بالشكل ده كده، ده لسهولة التحكم في حركة الشريحة على المسرح، بالإضافة لوجود مسطرة علشان بتساعدني جدا في عملية الفحص. تحت المسرح بنجد ان فيه القطع الضوئية اللي هي عبارة عن المكثف، وبيحتوي داخله او بيتضمن الحجاب الحدقي. والمكثف هنا وظيفته اللي هو بيجمع الضوء الخارج من مصدر الاضاءة في الاسفل علشان يخليه في حزمة واحدة بس موجهة الى الشريحة الموجودة على المسرح. داخله الحجاب الحدقي، وده بيعمل لي عملية تركيز للإضاءة وبيتحكم في شدة الإضاءة الواصلة إلى العينة اللي موجودة على المسرح. طبعا ممكن أتحكم في المكثف عن طريق هذا الضابط اللي أنا أنزل المكثف أو أطلعه لفوق كده على حسب كمية الإضاءة اللي أنا عاوزها. ممكن أخفض الإضاءة بخفضه لتحت أو أعلي الإضاءة برفعه للأعلى بالشكل ده كده. أيضا الحجاب الحدقي ممكن أتحكم فيه بالشكل ده علشان يتحكم لي في شدة الإضاءة. قاعدة المجهر مثبت داخلها مصباح كهربي، وده في حالة استخدام الإضاءة بنبدأ نضيء المصباح بالشكل ده كده. وعلى جانب المجهر الآخر في الزر اللي هو أون وأوف للمجهر، وضابط هنا بيضبط كمية الإضاءة للمصباح الكهربي.